كانت تبحث عن الحب بين أحضان الوطن. كان الوطن يحتضن أحلام أبنائه قبل أن تأخذهم الريح. حكاية بحرينية يحكي عن مجتمع البحريني في منتصف القرن الماضي، حين كانت الأحلام شاهقة بالفرحة والألم. حكاية بحرينية تسرد قصة مجتمع متنوع الهويات في صراع بين ذاته وبين الرغبة في التحرر. هل نجح في ذلك؟ هذا جزء من تاريخ الشعب البحريني. حكاية بحرينية.